ان كابتن خطيب خد الكره طبعا هو في افريقيا. بصوا كابتن خطيب لوحده معاه ثلاثه، هو ده الطبيعي. الترقيصه دي ده عبيدي بيليه اللي راح كده ايه وما جاش تاني. لا احنا كان عندنا عبد الرزاق كريم برضه. كابتن خطيب ليه جوان غريبه يعني لا تتوقعها من لعبات غير متوقعه زي لعبه الكعب دي. طب احنا معانا برضو كابتن مصر والنادي الاهلي وواحد من المدربين محمد صلاح في المنتخبات كابتن مصطفى يونس. مساء الخير يا كابتن. ابو حميد ازي حضرتك وحشني حموده. ابو حميد يا كابتن مصطفى حبيب وحشني. الله يخليك كابتن مصطفى. الله يخليك كابتن باشمهندس محمد عادل. ده من اعظم المهاجمين اللي انا لعبت عليهم عشان تبقى عارف. ده حقيقي يا كابتن. الله يخليك كابتن مصطفى. طبعا لا بجد يا حمدي انت يعني من الفرازه اللي كنت بتتعبني. معلش يا كابتن بس ما جبتش اجوان منك يعني. الكره اللي قطعتها منك لقيتك جاي جري انت وماهر همام ورايا وثابت قدامي فخفت. ايوه طبعا. كابتن مصطفى معانا معانا الباشمهندس محمد عادل. كابتن مصطفى باشمهندس محمد عادل حبيبي. كابتن الراجل محترم يعني. عايز اقول لك حاجه فاروق، المدرسه دي مدرسه محترمه. مدرسه المواطن العرب. بتطلع قيادات مش عشان هم معاك. بتطلع قيادات طبعا على صوم حبيبنا كلنا الرياضيين كل مهندس ابراهيم محلب طبعا يعني. كابتن مصطفى يونس تاريخ في كل شيء حتى في المكان ده لحد النهارده. انا يعني اصل انا يعني من برضه من عشاق مصطفى. المكان ده لحد النهارده مفيش حد بيتبتعني زي مكان مصطفى يونس بيشغل هذا المكان. بيكنباور الكره المصريه. فاكر كنا بنروح بيكنباور الكره المصريه. وبعدين بقى في التدريب والولاد كان عينه برضه يعني. انا سعيد ان انا سمعت صوتك والله يا كابتن بجد يعني. ده انا اسعد يا باشمهندس والله يعني. انت عارف العلاقه والحب اللي بيني وبينك مش انا بس، كل الرياضيين بتوع مصر يعني وبتوع الكوره بمعنى اصح بيعشقوك يعني. الله يخليكم. كابتن مصطفى حضرتك دربت محمد صلاح في المنتخبات وكان ليك صولات معاه، وتاكيد يعني دايما كنت بتتكلم عن محمد صلاح حتى قبل ما يبقى نجم النجوم. كنت بتيجي تقول لك فاروق ده انا عندي لعيب هيكسر الدنيا ويبقى احسن لعيب مش بس في مصر في افريقيا. ازاي كنت متوقع ان محمد صلاح يصل الى هذه المرحله؟ واوضح نقطه زي ما قال لك الباشمهندس كان معانا في المفاوضات. نعم استنى يا كابتن مصطفى. بالظبط كابتن مصطفى كان معانا في قصه المفاوضات ودي لازم اعرف. وكان متابع معانا كنا بنستشير معاه في قصه المفاوضات بتاعت بازل. نعم الاولاني محمد صلاح. اسف للمقاطعه. وانا كنت اشد المؤيدين ان محمد يسافر. انا عايز اقول لك زي ما قال الباشمهندس محمد عادل، اهم حاجه في بتاع الكوره عينيه. لو عينيه كويسه هيقدر يختار صح، هيقدر يوظف صح. وحط ده طبعا معاك نجم كبير زي حمدي نوح. يعني ايه توظف صح؟ الحقيقه انا فاروق كنت محظوظ ان انا لقيت المجموعه ديت. المجموعه بتاعت محمد صلاح والنني ومحمد ابراهيم وعمر جابر وحجازي والشناوي وعمر جمال ضميت كمان كان معاهم رامي ربيع. يا كابتن ضميت انت رامي؟ لا رامي اللي ضمه ضيع. نعم عشان كل واحد حقه يعني. كل واحد حقه ده حق ربنا يعني. نعم فانا كنت محظوظ، لكن كنت شايف في محمد صلاح ومحمد ابراهيم اللي بكره نادي الزمالك يندم عليه. فشايف الشناوي، شايف في النني، شايف في عمر جابر، دول مستقبل مصر. واعتقد ان هم الان هم مستقبل مصر. لكن محمد كان متميز الى حد ما بسنه فوق. ايه اكتر حاجه كانت مميزه يا كابتن؟ السرعه وبياخد من اقصر طرق. يعني الجون اللي جابه اول امبارح دوت جايب الجون الثالث لو شفت ماتش. حتى كان عمر ابني وعلي جنبي. الجون الثالث اللي جابه في الماتش اللي فات. جاب الجون دوت الثالث في ماتش السنغال في بورسعيد. هو في الضيقه يعني الطبيعي فيها يا فاروق وانت كنت هيحطها في بيحطها في البعيده. النجوم يحط في البعيده. نعم كده تحط في القريبه وتقفل رجليك لجوه. دي عايزه دقه وعايزه مهاره وعايزه شجاعه في نفس الوقت وعايزه ثقه. وهو ده ما يتمتع به محمد صلاح. اهم من الكوره بقى. اهم من الكوره الالتزام. حط تحت الالتزام ده 100 خط. يعني في المعسكرات معاك يا كابتن. حاضر يا كابتن على طول. لا مش حاضر. التزام. انت عارف يعني يمكن هم عارفين احنا ما اشتغلناش مع بعض. انا ما كنتش مدربهم. انا كنت ابوهم. ما كنتش مدربهم. لان في فرق بين الاب والمدرب. الاب
ان ابنك يحكي لك كل حاجه. نعم. يعني كلهم كانوا كتاب مفتوح بالنسبه لي. نعم. كانت دي العلاقه اللي ما بيني وما بينهم. لكن كنت شايف في صلاح مستقبل كبير جدا ولا اخفي عليك. نعم. اول ما شفت صلاح كلمت الخطيب وكلمت حسن حمدي. نعم. وقلت له يا خطيب في طلقه في المقاول العربي اسمها محمد صلاح. نعم. مصر ابراهيم محلب حبيبنا لو لحد 1,000,000 جنيه ادفعوا فيه. نعم. لكن محمد كان صغير. محمد كان صغير لسه. ولكن انا كنت شايف في المجموعه دي كلها مستقبل مصر، والحمد لله هم مستقبل مصر، والاعجاز والانجاز اللي عمله محمد صلاح. وانا قلت قبل كده انا كنت قلقان شخصيا على محمد من الدوري الانجليزي. نعم. لكن اثبت العكس، وان هو ادى الدوري الانجليزي 100 مره وده اقوى دوري في العالم. ويكفي ان ال 100 مليون بقوا البوصله بتاعت محمد صلاح. روما نبقى روما. نعم. تشيلسي بقى تشيلسي، ليفربول يبقى ليفربول، ريال مدريد هنبقى ريال مدريد. انا بشجع برشلونه، لكن لو راح مدريد هشجع ريال مدريد عشان محمد صلاح. طيب ايقونه بتاعت الشباب. يا ريت كل شبابنا انت شايف في نموذج يا كابتن؟ نعم شايف في نموذج يا كابتن لكل الشباب. طبعا انا بقول لك اهو، انا شايف في نموذج لكل الشباب كل في مجاله. نعم. الاخلاص في العمل، التفاني في العمل، حب العمل. لما تحب شغلك ربنا يديك. نعم. لما تخلص لشغلك ربنا يديك. لما تبقى بار باهلك وبار بابوك وامك. نعم. الدنيا كلها تملك الدنيا وما فيها. نعم. واعتقد ان دي مميزات محمد صلاح. فطبعا انا يعني زي ما بقول دايما طول عمري، انا عندي ثلاثه في حياتي دلوقتي في الكوره التاريخ هيذكرهم ليا، ان انا تربيه صالح سليم. نعم. وان انا لعبت مع الخطيب وان انا دربت محمد صلاح. والثلاثه اساطير يا كابتن. يعني وانت يا كابتن برضو. نعم. انت برضو شرفت مصر كتير وشرفت النادي الاهلي كتير وليك محبينك كتير. لا انت برضو علامه من العلامات كابتن مصطفى يونس. مدرسه التدريب خسر. التدريب خسر كابتن مصطفى يونس. هو بغض النظر هو علامه مدرب كبير وهيظل علامه كلاعب كره في تاريخ الكره المصريه. كابتن مصطفى حضرتك تتوقع ان صلاح ابرز المرشحين للحصول على جائزه افضل لاعب في افريقيا؟ صلاح هياخد احسن لاعب في افريقيا ان شاء الله باذن الله بكره، وكلنا هنحتفل، وانا شخصيا هحتفل على الهواء، عندي حلقه بكره هو ان شاء الله الساعه 11 احتفل بمحمد صلاح كافضل لاعب في افريقيا بعد نجومنا الكبار وعلى راسهم نجمنا الكبير كابتن خطيب وبتريكا وبركات ونجومنا الكبار دول. محمد صلاح هيبقى اللاعب المصري اللي فتح الطريق للاعب المصريين في الدوري الانجليزي. خلي بالك. نعم. دي نقطه مهمه جدا. ده حقيقي. كنا افتقدنا الحته دي وافتقدناها في الامارات وفي السعوديه. نعم. دلوقتي انت عندك في نادي واحد فيه ثلاثه لعيبه مصريين، فالفضل لله سبحانه وتعالى ومحمد صلاح والمؤسسه المحترمه اللي اسمها المقاولون العرب. نعم. هذه المؤسسه المحترمه المحترفه في نفس الوقت. شكرا. يعني 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 دي تحسب للمونت ابراهيم محلب، مونت محمد عادل، والناس اللي كانت مسؤوله عن محمد صلاح في ذلك الوقت وراح احترفوا ومشرفنا زي ما مشرفنا كده ان شاء الله. طب كابتن مصطفى وحضرتك بتدرب محمد صلاح، اكيد كان في اوقات بيبقى مستواه مش قد كده، كان ازاي بيحفز نفسه وانت اكيد كان ليك تعامل معاه؟ لا انا الحمد لله اعوذ بالله من كلمه انا بعرف اتعامل مع محمد صلاح، بعرف اتعامل مع النجوم. انا كان عندي اثنين اهم اثنين في فرقتي. نعم. طبعا كلهم مهمين جدا، لكن دول اللي بيترجموا تعبك كله، محمد صلاح ومحمد ابراهيم. نعم. انت تعلم ان ماتش السنغال يا فاروق. نعم. انا ما ابتديتش بوم الماتش هناك. نعم. سيد بتاع قط اللبس قبل ايمن حافظ وتامر. نعم. وسعفان يا كابتن ما بتحبش نفسك؟ قلت لهم لا انا بحب البلد وبحب اللعيبه ده اكتر من نفسي. نعم. ازاي؟ قلت لهم انا بربي، انا مش عايز اكسب ماتش، انا عايز اكسب الاثنين دول لعيبه لمستقبل يبقى درس ليهم في حياتي. وحضرتك استبعدتهم ليه يا كابتن؟ هما الاثنين كانوا حاسين بنفسهم قوي. نعم. هما الاثنين انا مش عايز اقول لك الشوط الثاني انا ما بلعبهمش وانا ميت. نعم. يعني وانا هموت من جوايا وشايف في عينهم يعني هتطلع شرار. انا مش عايز اقول لك احنا ماتش السنغال هناك يا فاروق قد اللي هنا ثلاث اربع مرات. نعم ده اكيد. احنا كسبنا 3-0 كان الفضل لله سبحانه وتعالى واللعيبه كلها ومحمد صلاح ومحمد ابراهيم الاثنين. نعم. ف يعني انا مش عايز اقول لك الناس كتبوا على محمد صلاح ايه هناك في السنغال. نعم. لكن الحمد لله ربنا كرمني بيهم واعتقد ان هم كرمهم بيا وبضيا السيد طبعا واللي قبلي ضيا وقبلي انا اللي اختاروهم في انديتهم واللي دربوهم لان دول لهم الفضل الاساسي في هذا الموضوع لا انا ولا ضيا ولا اي حد.
المدربين الانديه هي الاساس. لكن كل واحد فينا بيحط بصمته على اللعيب. واعتقد انا كان ليا بصمه كبيره قوي الحمد لله مع هؤلاء النجوم السوبر ستار بتوع مصر دلوقتي. فيعني اتمنى ان احنا نلاقي 10 15 كابتن مصطفى. كابتن مصطفى صلاح كان بيجي يحكي لك عن ايه؟ كان بيطلب منك ان هو مثلا عايز يوصل لايه في حياته؟ طبعا انت حضرتك كان علاقتك بيه قويه جدا، فاكيد كان بيحكي لك عن طموحاته. لا انا اللي كنت بقول الحقيقه، مش هم اللي كانوا بيقولوا. يعني انا يعني رغم العلاقه اللي بيني وبينهم، لكن مش عايز اقول في هبه بالنسبه لي او في حاجه كبيره بالنسبه لهم كابتن النادي الاهلي ومصطفى يونس وبتاع وكده. فكنت انا دايما بحكي معاهم، كنت دايما بهزر معاهم، كنت دايما يعني انا عايز اقول لك مثلا محمد ابراهيم ده اول ما جالي لعبنا ماتش في هناك في كده ناحيه كفر الشيخ. محمد ابراهيم ما كانش بيدي الكوره لحد، ياخد الكوره يفضل يجري بيها لحد ما تتاخد منه. وبعدين اللي جنب بقى تامر حسن وهشام يا كلام يا بيقعد وحدش يفتح بقه معاه. محدش يتعامل محمد ابراهيم الا انا. بعد ما خلصنا الماتش وطلعنا قلت له يا جماعه احنا خلاص هنلعب بطريقه لعب جديده. وقفت الاتوبيس في الطريق عشان اقول الجملتين دول، احنا هنلعب بطريقه لعب جديده، هنلعب بكورتين، كره لمحمد ابراهيم وكره للفرقه. طبعا انا عايز اوصل رساله لمحمد ابراهيم. طيب ومحمد صلاح يا كابتن كنت بتوصل له الرساله ازاي؟ هو صلاح ملتزم، صلاح ملتزم. صلاح ملتزم ملتزم، مش عشان هو بقى نجم وبقى سوبر ستار وبقى لا لا لا. صلاح المجموعه دي وعلى راسهم محمد كانت بيصحوا الفجر وهم شباب صغير، ها؟ بمرحله بلوغ في منتهى الخطوره كانوا بيصحوا يصلوا الفجر. فمحمد صلاح يعني لا، عايز حلول يبقى محمد صلاح، عايز تضيف حاجه يبقى محمد صلاح. وبعدين الالتزام باللي بيتقال، يعني ما هو في فرق لعيب تقول له مره واثنين وثلاثه. يعني هو يا كابتن كان محترف وهو هنا. لا محمد هو محترف من ساعه ما داخل مول العرب. لان منظومه المقاولين العرب مش عشان المهندس عادل ومعاك حمدي، منظومه المقاولين العرب احترافيه من اول ما المعلم عمل هذا النادي. الفندق والجيم والملاعب والامكانيات، لا ما شاء الله عليهم. وعايز اقول لك حاجه، انا اتغلبت مرتين في حياتي من فرقه واحده. المقاولين العرب. خدنا الدوري. خدنا الدوري. ايوه. ولعبت على اعظم لعيبه في ذلك الوقت كان مول العرب، دول فرقه الله اكبر عليهم يعني. نعم ده حقيقي. لكن انا شايف ان اولاد النادي عاملين طفره في مول العرب، وان شاء الله اللي جاي افضل وطلعوا لنا كده كم محمد صلاح وكم النني، بس النني احنا الاساس بقى يا باشمهندس معلش. ما انا طلعت لكم سنه اهو ما كنتش عارف. احنا باشمهندس النني احنا الاساس. كابتن مصطفى اللي جواه ما بيخرجش ابدا. كابتن مصطفى انت شايف قبل ما نقفل يا كابتن، حضرتك شايف ان محمد صلاح هو الارجح انه يكسب افضل لاعب في ان شاء الله باذن الله الشعب المصري مستني بكره عشان نحتفل بمحمد صلاح، وباذن الله انا احتفل بيه على الهواء والشعب المصري باذن الله كلنا نحتفل كابتن مصر والنادي الاهلي بكمباور الكره المصريه. كابتن مصطفى يونس بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المداخله قيمه للغايه جدا. هنروح لفاصل ونرجع.